لما تتكلم عن الغنى تعرف إنه الغنى والغناء بيجري في دم المصريين، يعني مش جديد أبدا على المصريين الصوت الحلو والغنى والاحتفال والحفلات بكل أشكاله. لو مسكنا خريطة مصر كده وأخدناها من الشمال للجنوب وشرق وغرب، هتلاقي كل محافظاتنا فيها تراث غنائي وفيها غنى وفيها أشكال مختلفة من الغنى، وكمان معاها أشكال مختلفة من العزف وإيقاعات كمان مختلفة. إذن فالغنى في مصر حاجة مرتبطة جدا بالمصريين، وعلشان كده أنت دايما بتلاقي في كل المحافل الخاصة بالمصريين لازم تكون الأغنية ليها دور كبير، وده اللي خلى كمان يمكن يعني شهور الصيف هي الشهور المحملة بالغنى، يعني حفلات واحتفالات، وهو لايق جدا على الطقس المصري. أولا عندنا من الأماكن ما يغرينا من إقامة الحفلات، عندنا من المهرجانات المصرية القديمة اللي ليها تاريخ طويل جدا إنك تحتفي وتقدم أصوات غنائية، عندنا كمان المواهب الغنائية لأنه مصر ولادة، واللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فاللي بنى مصر كان في الأصل حلواني بتأكده تماما مهرجان العالمين. مهرجان العالمين الحقيقة عامل جو شديد جدا وعامل طقس، لو كان عندك الفرصة وكنت متجه في الساحل وبالقرب حتى من العالمين حتى دون الدخول للمهرجان، انت هتحس من أول الطريق بالبهجة شكلها عامل ازاي، وانت ماشي في وادي النطرون هتشوف الأبراج وهي ملونة وتحس بالبهجة. البهجة كمان مرتبطة بالعزف والفن والغنى، فده شيء جميل. ولهذا السبب تحديدا أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العالمين الجديدة للترفيه، وطبعا ده تقديرا منها وإيمانا منها بأن الترفيه مهم جدا، وده ضمن قنواتها وبرامجها المتنوعة، وتماشيا كمان مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة للجميع لأفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها. وده طبعا حاجة جميلة جدا، لأن أنت وانت قاعد في بيتك هتحس أن العالمين أنت موجود فيها، مش لازم تكون موجود هناك، لكن المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أنها تاخدك كمشاهد وتقول لك اتفضل معانا وتابع كل الاحتفالات في أي مكان أنت موجود فيه على خريطة جمهورية مصر العربية. منذ دقائق زي ما أنتم متابعين على الشاشة في 10 مساء على قناة الحياة سي بي سي إذاعة الحفل الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم، فطبعا تقدروا تتابعوا جدا. في نفس الوقت بيذاع الحفل الضخم للنجم تامر حسني على قناة دي ام سي، وكمان سيذاع في 10 من مساء غد بإذن الله الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة أون. فإذا هتستمتع بأصوات جميلة جدا، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، تامر حسني، أحمد سعد، مع قنواتنا المختلفة دي ام سي، أون، سي بي سي والحياة، وهتشوف كل يعني كل واحد هيختار ذوقه، كل واحد هيختار يحب يتابع ايه، ولكن أهلا بكم جميعا في العالمين في أي مكان أنتم موجودين فيه، سواء على الشاشة كمشاهدين أو موجودين في الساحل أو موجودين في منطقة العالمين. طيب شوفوا بقى الغنى اللي احنا بنتكلم عليه، ومصر زي ما قلت لكم اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، والغنى ده في دمنا. من العالمين لجرش، كل مطربينا واحتفالاتنا موجودين في جرش، وانتوا عارفين انه جرش بتحتفي هذا العام بمصر كهي دولة او ضيفة الشرف في مهرجان جرش لأول مرة في تاريخ المهرجان اللي اقيم من 37 عام في دورته 37. الصورة بتقول انه امير الغناء العربي هاني شاكر اللي قدم الحقيقة حفل غنائي كبير ورائع ضمن فعاليات مهرجان جرش، وده كان بالامس. وطبعا المهرجان عامل شعار لطيف جدا ويستمر الفرح، والحفل طبعا أقيم بحضور جماهيري كبير في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية زي ما أنتم شايفين. ده هاني شاكر، مش عارفة لو مخرجنا عمرو ممكن يسمعنا مقطع كده لو هينفع نسمعه وهو بيغني، والحقيقة الجمهور تفاعل. حلمك شاور عليه 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 أم
زي ما انتم عارفين، إذن كل الأصوات الغنائية المصرية بتغني من العالمين لجرش، كل الأصوات العربية اللي بنرحب بيها أيضا على أرض مصر اللي بيغنوا أيضا في مهرجان العالمين. لسه أكيد عندنا حفلات كتيرة وعندنا مفاجآت أكبر هتكون موجودة سواء من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أو أيضا من مهرجان العالمين، ولكن راقبوا معانا كل الأخبار. حبينا بس نبدأ معاكم بشوية غنى وتحسوا إن النهاردة خميس وتقدروا كده تحتفوا وتقضوا إن شاء الله من خلال كل القنوات تقدروا تقضوا فعلا سهرة لطيفة، ويك أند جميل. تعالوا نبدأ بعد فاصل قصير، نبدأ معكم باقي فقرات التاسعة لهذه الليلة. عودوا إلينا. أهلا أهلا بحضراتكم، وتعالوا كده نبدأ بخبر رياضي. إيه رأيكم؟ خبر كله بهجة وإيجابية، توج المنتخب الوطني للجودو بكأس البطولة الإفريقية للناشئين والمقامة حاليا في مدغشقر، وذلك بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء، وحصد منتخبنا الوطني المركز الأول في البطولة بعد الفوز ب 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات. وطبعا الصورة بتقول العلم المصري أهو منور، والحقيقة التتويج رائع جدا لمنتخب الجودو. شهدت بطولة أفريقيا للناشئين زي ما احنا عارفين مشاركة 18 منتخب بإجمالي للمنتخبات اللعيبة، يعني 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة. طبعا الصور الحقيقة مبهجة وجميلة وعلم مصر منور، تحية لمنتخب الجودو. مزيد من التفاصيل يطلعنا بيها دكتور أحمد صبرا عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو. مساء الخير يا دكتور ومبروك. الله يبارك في حضرتك أستاذ شفقي، وطبعا بنشكر القناة الأولى، القناة المصرية الداعمة للرياضة المصرية بوجه عام والألعاب الفردية ورياضة الجودو بوجه خاص. أكيد كلمنا على الصور الحلوة دي والمشاركات والتقدم الرائع لمنتخب مصر. طبعا في البداية بحب أشكر القادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الدائم للرياضة المصرية، وطبعا ده أوضح في نتائج الرياضة المصرية بوجه عام على الفئات العمرية بجميع الفئات العمرية، وطبعا الطفرة الرياضية والإنشائية اللي البنية التحتية اللي أهلتنا اللي احنا نقدر نوصل لهذه المستويات من التدريبات أو من خلال استضافة البطولات والأحداث الرياضية داخل مصر. طبعا البطولة الأفريقية اللي فاتت كنا في مدغشقر، دي بطولة شباب وبطولة ناشئين. الحمد لله رب العالمين احنا فزنا بالمركز الاول. طبعا في الشباب حصلنا على 14 ميداليه، 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات. بالنسبه لمرحله الناشئين فزنا بالمركز الاول وحصلنا 15 ميداليه، 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات. الحمد لله رب العالمين بعد البطوله ديت قدر اللعيبه المصريين يصعد تصنيفهم الدولي، وعندنا 3 لاعبين بقوا مصنفين رقم 2 على العالم، الحمد لله رب العالمين. تمام، وشايفه في الصوره فتيات هم وفي كده بهجه حلوه. قول لي مين الدول اللي بتنافس مصر في الجودو؟ يعني احنا متقدمين بس مين المنافسين كمان؟ طبعا القاره السمراء في رياضه الجودو المنافسين طبعا هم دول شمال افريقيا، الجزائر وتونس والمغرب. تمام. وفي وسط افريقيا انجولا والكاميرون والسنغال. فإذا نقدر نقول إن الجودو أفريقي جدا، يعني نسبة الدول المتقدمة فيه معظمها من أفريقيا. طبعا طبعا. طيب ده شيء جميل، احنا بنشكرك جدا، تحياتنا للمنتخب وتحياتنا لكل اللعيبة وكل الناس اللي موجودة واللي رفع علم مصر بهذه الطاقة الرياضية الجميلة، منتخب الجودو اللي بيحقق هذا التقدم على المنتخبات. بشكرك جزيلا دكتور أحمد صبرا عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو. الحقيقة دايما ببقى سعيدة بكل الأخبار الرياضية بشكل كبير. طيب تعالوا كده نروح في وسط بقى درجات الحرارة القياسية اللي احنا كلنا عايشينها، وطبعا استمتاع الناس أيضا بأجازات المصايف في مختلف المدن المصرية الساحلية الساحرة، هتلاقي أنه
يعني كل المصايف زحمة أكيد، لأنه الأذواق مختلفة، والناس اللي بيحب يروح مكان معين واللي بيحب يقعد في مكان تاني، ولكن كلنا بنتعرض لنفس الشمس، وبالذات الأطفال اللي بيقعدوا يمكن ساعات على شاطئ البحر. الشمس ما فيش لما فر منها، لأنك بتقضي معظم الوقت الأجازة في وقت النهار في الشمس. في طبعا الناس بتاخد بالها، بتستخدم واقي للشمس، وفي ناس الحقيقة ما بتنتبهش، فبيحصل لها أضرار كتيرة جدا، وخصوصا الشمس تأثر جدا على الجلد، بالذات لو انت بقى مع أشعة الشمس والبحر والمية المالحة وما ذلك، فأكيد التعرض المباشر ده من غير استخدام واقي للشمس ممكن يعرض الجلد لبعض المشاكل. خلينا كده يعني نشوف ازاي نقدر يعني نهتم بجلدنا، وازاي نقدر نحط كده واقي، وايه هو الواقي اللي لازم نحطه، وساعات التعرض للشمس تبقى عامله ازاي. واكيد لازم نشرب ميه كتير، يعني زي ما مخرجي بيقول لي اكيد طبعا الميه دي لازم نشربها على طول الوقت. خليني اروح لدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه. مساء الخير يا دكتور هاني. سعدوني يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني النهاردة وإحنا موجودين كده ودرجات الحرارة عالية جدا، مش بس في مصر ده في العالم كله، والناس بتتعرض لأشعة الشمس، وجود الناس سواء في الشوارع أو الناس بتشتغل أو في أماكنها، وبالأكتر الناس وأهلينا اللي بيصيفوا في كل المصايف. يعني يقول لنا إزاي بعض النصائح الناس تعمل إيه؟ خليني بعد إذن حضرتك أقول لك كمان إيه التوقيتات بالذات. تمام. الشمس تبقى مؤذية والشمس ممكن تكون فيها مفيدة. بنقول دايما بعد الشمس اللي بعد الشروق الصبح وقبل الغروب، دي شمس بتنتج عنها اشعه فوق بنفسجيه طويله الموجه، دي مفيده جدا للجلد وبتساعد تكوين بعد الشروق وامنه، اللي هي الصبح يعني مثلا لغايه الساعه 9 والفتره اللي هي من الساعه 5 لغايه الساعه 8. تمام. انما اصعب فترات اللي هي فتره الظهيره، يعني دي اشعه فوق بنفسجيه قصيره، اللي هو بنتكلم من 12 الظهر لحد 4 بقى، وقبلها بساعتين وبعديها بساعتين، يعني مثلا يعني من 10 الصبح ولغايه الساعه 2 3 كده. دي بتبقى مؤذيه جدا للجلد، سواء بقى انا كنت بقى في المدينه في مصيف في اي مكان، مؤذيه جدا. لازم احط في بالي شويه اعتبارات. هخرج همشي ممكن احط حاجه على راسي، بتبقى برنيطه ظريفه، كاب ظريف، السيدات واقي على الراس، برانيت كده خوص عريضه، صحيح. الاطفال البسهم كاب، يبقى ده اهم حاجه فوق راسي. تمام. الحاجه الثانيه في حاجات لطيفه، يعني مثلا شمسيه اليد، ايوه، بتبقى جميله وشكلها شيك وحلو، وهي حتى يا دكتور على فكره في مصر اسمها شمسيه عشان هي مرتبطه مطرية. بالشمس، ايوه، مش مطريه، مش مطريه، صح، مطريه، صح. فهي دي السلاح الاول، يعني اللي هو الناس تحمي راسها الشمس. يعني تمام. بالزبط. بعد كده لازم باستمرار نلبس ملابس قطن والوان فاتحه، صحيح، بلاش الحاجات الصناعيه وبلاش الحاجات الغامقه، يعني الناس ما تلبسش اسود وغامق، وحتى السيدات الفضليات المحجبات الالوان الغامقه، كل ما كانت يعني الحجاب فاتح يعني يقدر يعكس الشمس كمان يموني. بالنسبه لهم بالظبط، تمام، لانه ما بتحتفظش بالحراره. دي حاجه مهمه جدا، ويبقى انا كده حميت نفسي من اي اذى ممكن تعرضت له. اخر تمام. حاجه كريمات الوقايه في الشمس، أيوة. يعني لو انا ما عملتش الحاجات دي كلها هبقى مضطر ان انا استخدم كريم واقي للشمس، بحطه على الاماكن المعرضه زي الوجه، الدراعين، الايدين، كده بقى انا امنت نفسي تماما. طب انا عايزه استاذنك نقف شويه عند الكريمات الخاصه واللي هي الواقي للشمس، لان هي الحقيقه درجات كثيره جدا، بنتكلم على 20 و15 و50 و100، فدي درجات الحمايه. الحاجة التانية أنواعها كتيرة جدا، وطبعا في بعض الناس ميزانيتها لا تسمح لهذا الواقي الغالي، إيه اللي ممكن يعملوه وإيه اللي ممكن يعني يحطوه ويبقى واقي ويبقى في متناول اليد؟ شوفي، يعني أنا بطمن حضرتك وبطمن الناس إن إحنا دلوقتي في مصر في شركات وطنية مصرية عديدة جدا بتصنع الواقي المصري 100%، واسعاره اقل بكثير جدا من المستورد. يبقى رقم واحد انا مش محتاج المستورد. تمام، يبقى الواقي المصري نبحث عنه، اخد المصري. اثنين، اخد اللي مكتوب عليه 50+. 50+، تمام تمام، وينفع للاطفال وللكبار وكل الاعمار. في حاجات خاصه بالاطفال وفي حاجات خاصه بالكبار، وفي حاجات خاصه باصحاب البشره الدهنيه، وفي حاجات خاصه باصحاب البشره الجافه. تمام. فانا بقول للدكتور الزميل الصيدلي انا بشرتي دهنيه
اديني حاجه للبشره الدهنيه او العكس. او جفاف اديني حاجه. تمام بالظبط. المعلومه المهمه بالنسبه للجبنه الواقيه ان انا لما بحطه لازم طالما هبقى في الشمس طول اليوم اجدده كل ساعتين. يعني يكون معايا واجدده كل ساعتين. بالظبط كده. طيب الحاجه كمان المهمه وهي انه احنا تعرضنا لفتره طويله من الشمس، والناس ممكن بيحصل لهم نوع من الاحمرار والالتهاب، خصوصا اللي بيتعرضوا لاول مره في الشمس. ناس كتير بتبقى ما خرجتش كتير، يعني ما تعرضتش للشمس، فبتاخد جرعه شمس. يرجعوا يعملوا ايه في البيت؟ خاصه كمان اصحاب البشره البيضاء. بالظبط. هتبص تلاقي على طول حصل التهاب واحمرار في الوش. صحيح. على طول بجيب كريم مضاد للالتهاب من الصيدليه، اقول له اديني كريم مضاد للالتهاب. كريم مضاد للالتهاب. مش عايز اقول اسم عشان يبقى استعانه بشركات. كريم مضادات للالتهاب، وتنفع للاطفال يا دكتور، خاصه بيهم؟ طبعا. كريمات للاطفال. تمام. وبدهن مره الصبح وبالليل، انا كده حميت نفسي تماما. انا عايز اقول كمان حاجه قبل ما ننسى حضرتك، عشان برضو في عاده خاطئه في الجو ده الناس بتقع فيها. موضوع الاستحمام. يا ناس استحموا بميه بارده مش ميه سخنه. موضوع ايه يا فندم؟ الميه السخنه؟ الاستحمام بالميه. طبعا. في ناس كتير في الجو ده بتستحمى بميه سخنه. فلا، الجو ده بنستحمى فيه بميه بارده، مش بارده من الثلاجه. وهنا يعني وهنا حضرتك بتقصد انه ده للجلد افضل؟ للجلد. تمام. لان انا النهارده لما بقى جسمي سخن كده وحران واجي استحمى بميه سخنه، جلدي بيسخن اكتر. ايوه. فانت عايز الميه الفاتره، ميه الحنفيه زي ما بنقول. ميه الحنفيه اللي هي الناحيه اليمين، مش هظبط اليمين مع الشمال، لا اللي هي الناحيه اليمين العاديه. طيب في اخطاء شائعه دكتور هاني كتير، يعني الناس تقول لك ايه؟ لا الاحمرار ده حط تلج. لا ما احطش تلج خالص. ما نحطش تلج خالص. بالمناسبه ولا الحروق. ولا الحروق. واستعمل كريم حروق للجلد. واللي هو الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. ده لا. بدل عجول الكمان. انما ما احطش تلج ابدا على الحرق ولا البن ولا معجون السنان ولا الحاجات الغريبه الناس بتعملها. ولا معجون السنان ولا البن ولا طب النشا؟ بص عليك، اول ما اتعرض مثلا حاجه ميه سخنه اتدلقت عليا، اول حاجه اعملها اروح على الحنفيه افتحها لاقصى قوتها. تمام. الحنفيه درجه حراره الغرفه. تمام. ساعه. تمام. وافضل حاطط ايدي كده 10 دقائق، بعد كده انشفها بالراحه واحط اي كريم مضاد الحروق. طيب. بس كده. الجلد والميه، يعني الجلد والميه مهمين لبعض، خصوصا في فترة الصيف. لو أنا قاعد تعرضت للشمس كتير، أنا موجود على الشاطئ، أنا خرجت في الشمس، فالجلد والمية نشرب أكتر من المعدل الطبيعي ولا هو المعدل الطبيعي كافي؟ لا أقل من 3 لتر مية متوزعين 24 ساعة. 3 لتر مية. وحياة الجلد أزايز كبار كده يعني. حياة الجلد المية. حياة الجلد المية. وهتلاقي الناس اللي ما بتشربش مية بين دول الجلدهم جفاف في الجلد وتبقى عايزين يهرشوا. طيب في مقوله يا دكتور هاني بتقول ان الناس اللي وشها بينتفخ احيانا من قله الميه كمان. لا هي قله الميه بتعمل حاجه اخطر من كده. يعني بص حاجه، لما تلاقي حد كده بتشوفيه كده يعني مثلا شاب صغير وتقولي فلان ده يبان سنه اكبر من شكله اكبر من سنه. او العكس، حد كبير وتقولي ما شاء الله شكله اصغر من سنه. ده بسبب الميه. لو ما بشربش ميه كتير بتظهر علامات الشيخوخه بدري، والانسان شكله بيعجز قبل سنه. طبعا، لان هو ما خدش ميه علشان تروي الجلد زي ما بنقول. بالظبط. طيب دكتور، حاجه تانية بالنسبه للسيدات بقى، اللي بيحطوا كريم النهار وكريم الليل وكريم مرطب مع وجود بقى كريمات الشمس، دول يعملوا ايه بقى؟ هم خارجين الصبح يستعملوا ايه وما يستعملوش ايه؟ يعني طبعا هو هيحط كريم الواقي بتاع الشمس وتحطه فيه الحاجات اللي هي عايزاه. بس انا بيني وبين حضرتك يعني كنصيحه، يعني في الجو ده وفي الشمس ده انا لا انصح الخروج نهارا باي مستحضر تجميل او المكياج. ايوه. ليه؟ لانها بتتفاعل مع اشعه الشمس. صحيح. وبتعمل مشاكل، فممكن انا استعملها بالليل في المناسبات، انما في الجو ده ما ينفعش ابدا الواحد يخرج او السيده او الانسه. يعني في الجو ده كريمات مرطبه او الواقي للشمس. بمناسبة الكريمات المرطبة، ناس كتير برضو من أصحاب البشرة الدهنية يكلموني يقولوا لي عايزين كريم مرطب. يا ستي أنت بشرتك دهنية. إزاي تحط كريم مرطب؟ ما أنت كده هتزودي الدهون أكتر. فلازم نتعلم، لأن الناس بتقرا حاجات على السوشيال ميديا وبتقلل. صحيح. أصحاب البشرة الدهنية محتاجين غسول يقلل الدهون. أيوه. مش كريم مرطب. صحيح. إنما أصحاب البشرة الجافة هم اللي بيحتاجوا مرطب. أكيد.
دكتور هاني الناظر، دايما كل نصايحك الحقيقة بتكون مفيدة وبتقدم لنا الوقاية السليمة خصوصا في فترات الشمس والتعامل مع جلدنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية. زي ما انتم عارفين بيبقى مهم جدا المية بالذات، مية بالذات الناس حقيقي بتنساها كتير، وأهم من كل الأشياء اللي فيها بقى يعني سكريات واللي فيها حاجات زيادة واللي فيها صودا والحاجات الغازية، فالأفضل المية، وإحنا ملوك المية، الإزازة المشبرة وتلج دي مفيش أجمل منها. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل مازال عندي فقرات كتيرة إن شاء الله تكون حلوة وتعجبكم، أرجوكم عودوا إلينا بعد قليل. عندنا شباب زي الورد، وعندنا شباب يعني عندهم هم الابتكار وهم الاكتشاف، وبيحبوا يستخدموا كل ما هو جديد اللي يفيد الناس، ويقدر من خلال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا يقدم لك حاجات انت محتاجها وتساعدك كتير جدا، وده حاجة بجد بتفرح، لان الشباب دول دايما هتلاقي عندهم ابتكارات. طيب تعالوا كده احكي لكم عن المشروع ده، في مشروع جديد كده زي ما بيقولوا عليه ستارت اب، يعني لسه في البداية، ودي شركة ناشئة، وطبعا كلنا بنبقى فرحانين قوي لما الشركات دي انها تحقق نجاح على المستوى المحلي، وان عندنا شباب قادر ينزل السوق وينافس. لكن المشروع اللي انا هقول لكم عليه ده كان في اهم مجال من المجالات اللي في حياتنا اللي احنا بنحتاجها، اللي بتاثر فينا، وكل بيت مصري تحديدا محتاجه، بالذات في التعليم، واعتقد كمان طلاب الثانويه العامه. الجميل انه بيحقق كمان المشروع ده نجاح على مستوى الشرق الاوسط بالكامل، وفي فترة وجيزة جدا قليلة قدر التطبيق ده يكون هو الأعلى تحميلا. التطبيق اسمه إيه؟ تطبيق طالب، وأعلى تحميلا فين؟ على أب ستور وعلى بلاي ستور، وده على مستوى الشرق الأوسط. يعني طبعا يعني بان إن الناس عدد كبير جدا جدا بتنزله، وخد أحسن أعلى تحميل زي ما أنتوا شايفين، بيبقى باين على طول أعلى تحميل. تطبيق طالب ده إزاي بيفيد وبيساعد، وليه خد كل الاهتمام ده، وليه هو يعني أعلى تحميل على الشرق الأوسط؟ خليني أخد مؤسس تطبيق طالب، الطالب أكيد، أو الأستاذ عمر البربري. مساء الخير يا عمر. مساء النور شفكي، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، ميرسي قوي على الانترودكشن الجميلة دي. طبعا أنت أكيد لما كنت طالب كان نفسك يبقى في تطبيق طالب. هي القصه جت من هنا بقى. اكيد القصه جت لما كنت طالب. يعني عرفنا عنك الاول يا عمر استاذنك. طيب انا عمر البربري، انا مؤسس او بي ام وتطبيق طالب. انا شاب مصري عادي جدا، عندي 27 سنه، عندي فريق عمل محترم شغال معايا بقاله اكتر من واحنا لسه في المدرسه، معظمهم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي من 11 سنه ولا حاجه. يمكن الفكره جت نشات لما احنا كنا داخلين الجامعه، ما كناش عارفين نقارن ما بين كليات ايه. يعني طبعا ما انا بقول لك، هو انت كنت محتاجه وانت طالب. بالظبط كده. انت ما كنتش عارف ازاي تختار وتقارن ما بين كليتين، طب ما بين قسمين، طب هل الناس دي، هل الكليات دي ليها مستقبل ولا لا؟ طب بكام؟ طب فين؟ طب اتعلم ايه علشان ابقى مميز في الحته دي؟ طب اتفرج على كونتنت ايه يساعدني في الموضوع ده؟ طب ايه الاوبورتونيتي اللي المفروض اروح احضرها والسيشنز المعينه؟ ومن هنا عملنا بقى حاجه اوف لاين كده على ارض الواقع، هي اسمها مؤتمر ابن مستقبلك. واحده واحده الموضوع بدا يكبر اكتر، بدا يجي 1000 طالب، 2000 طالب، 5000 طالب. وصلنا بقى ان هو احنا قرار لا من 2021، لا طب ما احنا بدل ما بيستفيد مني 10000 طالب على مدار السنه، محتاج ان يبقى عندي لا 100000 ومليون وما الى ذلك. وقدرنا الحمد لله رب العالمين من توفيق ربنا لينا وكرمه علينا الواسع جدا جدا جدا، ودعم فريق العمل المتواصل المصري بالكامل. بالمناسبه احنا فريق عملنا مصري بالكامل، من اول فريق اللي طور الموبايل ابلكيشن، الفريق اللي صنع المحتوى، اللي عمل الافكار، جميعه مصري بالكامل. يمكن دي من اهم الحاجات طبعًا. العوامل طبعًا. النجاح احنا الحمد لله حققنا اكتر، النهارده احنا داخلين في 110000
يعني كده انتوا يا عمر يعني كده ممكن تنافسوا الهند. انت عارف الهند ومن اكتر الدول اللي التطبيقات والبرمجيات قويه فيها، فكده انتوا بتنافسوا يعني الدول المتقدمه في المجالات دي. بالظبط كده. فيمكن الحمد لله ان فريق العمل قدر ان هو بفضل الله ان هو يكمل المشوار ده، واحنا بقالنا سنتين بنحاول بشكل كبير جدا 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 ان احنا نطلع الابلكيشن، وجينا نطلعه من سنتين والموضوع بدا يكبر اكتر فاكتر، والحمد لله لقى قبول كبير جدا من الطلاب، ويعني احنا وصلنا ل 100,000 طالب في 6 ايام. تصدرنا الحمد لله البلاي ستور والاب ستور، يمكن ده يعتبر اول موبايل ابلكيشن مصري يطلع للسوق ويتصدر بحجم ال 100,000 داونلود في خلال فتره وزيده زي اسبوع. ويمكن ده يدل على الاحتياج لطلابنا المصريين، وكمان احنا لقينا قبول اكتر كمان من دول اخرى زي السعوديه وليبيا والسودان وكمان. طب جميل، يعني احنا زي ما احنا قلنا الخبر كده، يعني انت قدرت تتخطى وتصل كمان خارج حدود مصر الى الشرق الاوسط بشكل كبير. طيب عمر تعالى كده، انا عارفه وانا وانت كده بنتكلم هتلاقي في طلاب شاطره ماسكين التليفون او التاب بتاعهم وبيدخلوا على التطبيق نفسه بيحاولوا ينزلوا الاب. هل ده هيفيد كمان، احنا دلوقتي الثانويه العامه انتهت من ايام، النتيجه هيفيد الطلبه ازاي؟ اشرح لي كده هيفيدهم ازاي. طيب بدايه خالص، اول ما بيبدا الطالب يعمل الريجستريشن بتاعته، هو الطالب بيعمل له حاجه اسمها اسسمنت. اسسمنت ده هو اختبار. أيوة. احنا دايما بنشوف الناس عن الاسسمنت بس وانا طالب في الجامعه، اللي هو صحيح. اختبار اعرف الاهتمامات بتاعتك توديك على فين. بنعمل الاسسمنت ده، وبالمناسبه الاسسمنت ده مطورين وفريق عمل مصري موجود معانا، وان احنا نطلع من الاهتمامات بتاعت الطلبه نقول لهم شخصيتك عامله ازاي، وما زي اختبارات كده الشخصيه اللي بنسمع عنها دايما ونشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحد ما بنبدا باسئله معينه نقيس مدى ان الطالب ده يبقى عنده جزء مثلا ميول ناحيه الفن، ميول ناحيه الحاجات الطبيه، ميول معينه ناحيه الحاجات الهندسيه، بنحاول نقيس بيها الطالب عامل ازاي. ده اختبار اسمه اختبار طالب اسسمنت، ده عباره عن 72 سؤال في 4 دقائق الطالب بيقدر يجاوب عليهم، وبعد كده الطالب بيظهر له اختيارات معينه من الكاريرز وريكومنديشن الكليات. يعني بعد ما بيعمل الاختبار ده هو كمان زي ما بيكون هيلبر، يعني مساعد ليه، بيقول له انت والله ممكن تخش كليه صيدله، انت ممكن تخش كليه علوم، طب، ادب، يعني طبقا بقى للاجابات اللي هو عملها. بنحاول على قد ما نقدر حضرتك نضيق قوي الاختيارات للطالب، لان للاسف الشديد احنا مرينا كطلبه بده. النهارده انا كطالب بيبقى قدامي اختيارات كتيره جدا، ان انا جبت مجموع ايا كان المجموع ايه، فبرضو انا محصور في كليات معينه. طب الكليات دي هل هي دي قريبه من اللي انا بفهمه ولا لا؟ علشان اقدر النهارده، ما انا بحاول اعالج من الصغر من بدري مشكله ان الطالب يخرج من الجامعه ما لقاش شغل. صحيح. انت كده بتتعامل كمان مع سوق العمل، يعني بتخليه بالضبط. كمان عارف ايه ده، انا لازم اذاكر ده احسن لي، لا انا لازم اروح هنا. فدي نقطه مهمه قوي، ممكن الطالب ومن هو طالب يبدا يشتغل عليه من زمان زي ما انت قلت. طيب بالضبط. عمر الاب ده نجح ومحقق طبعا التحميل او الداونلود بتاعه بشكل كبير، قول لي اكيد بتفكر في حاجه اكبر واكبر، بتفكر في ايه الجاي؟ احنا بنفكر على قد ما نقدر، يعني خليني بس اكمل على نقطه معينه في الكلام اللي حضرتك كنت بتقوليه. احنا حتى كمان بنضم عندنا محتوى تعليمي، ومش بس تعليمي، انا بقول للطالب ازاي مثلا ممكن تتعامل مع بابا وماما في البيت، كونتنت مصور وبودكاست، وكمان على الحاجات اللي هم بيحبوها، تيلرد زي كده ما بيعملوا محتوى صغير بيتفرج عليه على المواقع الثانيه ووسائل التواصل الاجتماعي الثانيه، وكمان نقدر ان انا بعمل له ان هو يشادو الوظيفه، ان هو يعمل فرص تدريب في شركات معينه فيشوف الوظيفه دي من مرحله مبكره. هدفنا ان احنا نوصل لايه؟ هدفنا ان احنا نوصل ان شاء الله باذن الله في ال6 شهور الجايين لمليون طالب، ان احنا نفيد مليون طالب. احنا عندنا كذا مرحله داخلين عليها بدايه من الشهر الجاي، احنا الابلكيشن هيبدا ان هو ينزل عليه زي ما بنقول عليه مميزات ثانيه جديده، يقدر الطالب ان هو
يبيع ويشتري حاجات، ان هو يعرف ايه الايفنتات القريبه منه في المحافظه بتاعته. ده حاجه جميله والله، يعني ده الطالب مش هيستغنى ابدا عن التطبيق ده يعني. بنحاول طيب يعني الحقيقه انت عارف يا عمر انا عاجبني ايه، انا عاجبني الحماس، يعني صوتك كله حماس وطاقه، وانا متاكده انك هتعمل اكتر وافضل، واتمنى ان الناس كلها تشوف التطبيق ده. ومن شاب مصري مؤسس تطبيق طالب، لتحياتي لكل الفريق اللي بيشتغل معاك، كل الشباب المصريين اللي زي الورد دول اللي بيقدروا يعملوا حاجات حقيقي مختلفة وفيها تقدم. عمر البربري مؤسس تطبيق طالب، أشكرك شكرا جزيلا. النهاردة زي ما أنتم عارفين نادي الزمالك كان على موعد مع مباراة أعتقد أن هي من أهم الماتشات اللي كانت للنادي في الفترة الأخيرة وفي البطولة العربية. المباراة طبعا أمام نادي النصر، واللي انتهت بالتعادل بين الفريقين. رونالدو طبعا يعني هو اللي قدر يحرز التعادل لنادي النصر، أمال مين يعني اللي هيحرز أكيد. وطبعا بعد ما أحمد سيد زيزو قدر كمان يتقدم للزمالك بضربة جزاء، وطبعا ده لكن رغم ده كان خروج الزمالك من البطولة. والزمالك بشكل عام كان كويس وقدر يعني يحرج فريق النصر بكل أبطاله والعالميين ويتقدم عليه في ملعبه وسط جمهوره. خلينا، أنا عارفة أن كل جمهور الزمالك وطبعا في مصر الناس بتتابع يعني نادي الزمالك اسم كبير، فأعتقد الناس تحب قوي أن الزمالك كان يتقدم أكيد أكتر من كده، سواء كنا زملكاوية أو أهلاوية بيلعب اسم مصر. فخلينا ناخد كده تفاصيل وكواليس مختلفة مع الناقد الرياضي محمد مطوع من السعودية. يعني كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا شبكي، ومساء الخير على كل المتابعين حضرتك. طبعا أنا عارفة إنه كنا نتمنى إن الزمالك يفضل موجود في هذه البطولة، لكن مباراة النهاردة الحقيقة كانت مباراة هل تحسب للزمالك؟ بص يا فندم، هو طبعا قبل اي شيء الحمد لله يعني هو لم يكن في الامكان افضل من مكان، يعني ما كانش في حاجه يقدر يعملها لعيب الزمالك ومسؤوليه وجهازه الفني افضل مما قدم في البطوله العربيه في نسختها الحاليه، بشهاده الجميع ان الزمالك من افضل الفرق اللي قدمت مباريات جيده رغم النقص الكبير في السكواد، قائمه الفريق، الغيابات الكثيره، حتى العناصر اللي موجوده الغايبه زي مصطفى شلبي زي يوسف اوباما اللي انضم للفريق، فكل الامور دي يعني كانت عنصر مؤثر، ولكن الزمالك قدر يعني في مواجهه نجوم عالميين سواء في ماتش الشباب بليجا وشرقاء او في ماتش النصر النهارده حضرتك بتتكلمي في مليارات بتلعب في ارض الملعب وليست ملايين، كريستيانو رونالدو 200 مليون دولار، بتتكلمي في بروزوفيتش من انتر ميلان الايطالي، بوبانا، تاليسكا، اليكس تيليس من مانشستر يونايتد، بتتكلمي في اسماء وسكواد رهيب. الكل كان بيتكلم النهارده حتى جمهور النصر السعودي نفسه يا فندم بيتكلم ان الزمالك النهارده هيخرج باقل نتيجه 3-0 حتى على مستوى الوفد الاعلامي السعودي، زمايلنا اللي معانا في فندق الاقامه من الاعلاميين بيتكلموا في الكلام ده، لكن ليس يعني اقل بالنسبه لي اللي اقدر اقوله لحضرتك من اللي قاله كريستيانو رونالدو نفسه، واحد من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ كره القدم، واخد خمسه بالون دور، افضل لاعب في العالم 5 مرات، قال لك واجهنا فريق صعب وفريق منظم والفريق ارهقنا، وبعد المباراه وبعد ما راح غير التيشيرت مع شيكابالا اتكلم مع لعيبه الزمالك اللي كانوا على دكه البدلاء واثنى على المستوى المميز اللي قدموه، ويعني واتكلم معاهم ان هم عملوا مباراه كبيره. نفس الكلام قاله البرتغالي مستر كاسترو المدير الفني لفريق النصر، قال لك احنا واجهنا صعوبات كبيره في المباراه، لم نكن نتوقع ان الزمالك هيبقى بالشكل ده، كنا متوقعين المباراه تبقى قويه ولكن لا تصل الى هذه الصعوبه، واجهنا صعوبه ان احنا نوصل بالمهاجمين، ولكن طبعا قيمه لما يكون معاك لعيب بحجم رونالدو من نص فرصه في اي وقت يقدر يخلص الماتش، هو ده اللي حصل النهارده يعني. اكيد. طيب كابتن محمد، لما نحط جول قدام جول ونقول رونالدو قدام زيزو في التعادل، تمام، يعني ممكن نشوف ايه؟ لا، ما هو التعادل لم يكن يغني الزمالك بشكل، لان الزمالك كان التعادل كان ينفع في حاله واحده فقط، لو الشباب السعودي كان تلقى الهزيمه من اتحاد المنستير التونسي، ولكن للاسف هو الشباب السعودي فاز برضه في النهارده بضربه جزاء مقرره عشان ياخد يوصل للنقطه السابعه ويصعد كاول مجموعه ويترك النصر والزمالك في الصراع على البطاقه الثانيه، اللي قدر يخطفها النصر بالتعادل، لان النصر بالتعادل
بتاعه وصل لخمس نقاط، بينما الزمالك توفق رشيده بالتعادل عند اربع نقاط، يعني الهدف ليزو لم يكن كافيا رغم ما قدمه الزمالك على مدار اللقاء يعني. طيب انا امامي الان على الشاشه الصوره بتحكي كواليس كتير، شيكابالا ورونالدو وفي حوار وفي تبادل للتيشيرتات ما بينهم، فايه الكواليس يعني ما استاذنك يا عمرو نرجع للصوره تاني، ايه الكواليس اللي ما بين رونالدو وشيكابالا دي بتاعت التيشيرت واللي قبلها كان في حوار؟ اتفضل. اللي رغم الحراسه الكبيره اللي مفروضه على كريستيانو رونالدو يعني داشين معاه بتقابل صعوبات احنا كاعلاميين نقف نتكلم معاه وكده، ولكن هذا الشخص الواحد من افضل لاعبي العالم لم يكن الافضل يمتلك تواضع غير طبيعي في شكله، وان لو طفل صغير وقفه بيقعد يتكلم معاه كل يسر، حتى هو كان موجود على فكره في الفندق بتاع نفس فندق نادي الزمالك، يعني المجموعه اللي فيها اتحاد الماجستير للشباب والزمالك والنصر كنا كلنا في فندق واحد، كان حاله من الترحاب مع كل لاعبي الزمالك طول الوقت، حتى اوقات صف كتير وطالعين هو طالع من الجيم لان ليهم توقيت معين، يكون لاعبي الزمالك داخلين الجيم بتكون في حاله من يعني هو عنده سلام نفسي مع الناس، يهزر يتكلم بيتعامل ان دول يعني انا رونالدو ولكن دول لاعبين زملاء ملعب فبيكون لهم كل التقدير والاحترام. لا طبعا اكيد لعيب زملاء ملعب وهو اكيد عارف وعنده خبر كبير من هو فريق الزمالك في مصر يعني بالضبط. اكيد يعني الصوره كمان هو اثنى على شيكا واثنى على اداء الفريق واتكلم معاه زي ما قلت لحضرتك، قال ان شيكا وقال الناس كانوا زملاء للاعبين اللي كانوا موجودين على الدكه في حاله فوز بعد المباراه ان هم قدموا مباراه كويسه ومش لازم يكونوا حاجه في حاله فضل بسبب الخروج، ولكنهم يعني قدموا مباراه من افضل الفرق اللي واجهوها في الفتره الاخيره، فدي اعتقد في حد ذاتها هي شهاده نجاح، ليست شهاده نجاح للزمالك، الزمالك لا ينجح الا بالحصول على البطولات والتاهل في المباريات، ولكن في طريق اعاده الزمالك المسار الصحيح واعاده أكيد. الوضع كما كان اعتقد يعني الامر كان رائع. خليني عايز اشكر من خلال حضرتك بس شفتي جمهور الزمالك طبعا، جمهور الزمالك فندم قدم ملحمه على مدار الثلاث مباريات سواء بالحضور باللفتات الرائعه بالتواجد امبارح معانا في المران النهائي وحاله الشغف اللي عملها المباراه طبعا، وكلها كان عامل لهم بهجه طبعا. كان ختام النهارده يا فندم بلافته معبره عن كل ما يدور داخل نادي الزمالك وما يحدث، وكانت وهي اشتدت المحن ولكن كالوتد ودي حكايتنا، يعني مهما اشتدت المحن احنا جمهور الزمالك كالوتد مع الفريق وهي دي القصه ودي الحكايه بالنسبه لجمهور ده، فيعني حابب من خلال حضرتك نوجه لهم الشكر على المجهود اللي خططوهم ووقفوهم واشغالهم. أكيد هيوصل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مطاوع من السعودية، وأكيد بشكر طبعا جمهور الزمالك وفريق الزمالك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل لنادي الزمالك، نادي من أهم الأندية كرة القدم في مصر، نادي عريق، مدرسة كبيرة يا زمالك، يا مدرسة لعبة وفن وهندسة، يعني دي من الحاجات اللي مش ممكن أبدا ننساها، إلى الأمام بإذن الله. طيب في الوقت بقى اللي العالم كله بيعاني فيه من درجات الحرارة، وإحنا في مصر زينا زي العالم يعني هنروح فين، شمسنا قوية جدا، ارتفاع درجات الحرارة الغير طبيعي اللي إحنا طبعا كلنا حاسين فيه وإحنا ماشيين في الشارع والواحد ما بيقدرش أحيانا ياخد نفسه، بتشوف مشاهد كتيرة، إزازة مية ناس تدلقها على نفسها، كميات التلج، الناس اللي بتوزع مية، كل الحاجات دي أكيد حضراتكم بتشوفوها والناس بتوزع، لكن الجميل إنه قد إيه رغم حرارة الجو يبقى فيه حرارة المشاعر، وحرارة المشاعر أحيانا ممكن تغطي على حرارة الجو. إزاي؟ لما تلاقي في ناس بتوزع مية وفي ناس بتحس بالناس اللي موجودة وناس بتبقى حاسة إنه ده واجب عليها وإن هي لازم يعني إيه تحس بالعمال وتحس بالناس اللي موجودة في الشارع والناس اللي بتشتغل، وأنا شفت كتير من شباب بيبقى على الطريق الصحراوي وإحنا ماشيين بتلاقي عمال وبيقف وبيشتغل، مشروعات في مصر لا تتوقف فالعمال موجودين طول الوقت، فتلاقي ناس بتبقى عاملة حسابها يعني وطالع من القاهرة عامل حسابه يوزع مية، ده غير في مصر. لكن الجميل لما تبقى حاجة منظمة،
تحت اسم حمد. الاسم حلو قوي، عجبني جدا. خليني اخد تفاصيل، وزي ما انتم شايفين في الصوره بيوقفوا الناس ويدوهم ميه، فناخد من عضو حمله سقيا الماء هند ممدوح ونعرف. وبصوا الميه ساقعه وزي الفل وحاجه جميله، وزي ما قلت لكم دي حراره المشاعر اللي هي اقوى من حراره الجو. هند ممدوح، مساء الخير يا هند. حراره المشاعر اللي هي يا هند، استأذنك تسمعيني من التليفون؟ الو الو، مساء الخير يا هند. مساء النور يا فندم. انت بتسمعيني من التليفون. انا شايفه المايه زي الفل وعليها تلج وحاجه يعني جميله جدا، والحمله كلميني عن الحمله. والله انا اللي سعيده اولا ان انا سمعت صوت حضرتك وعملت مداخله معاكي. الحمله بدأت من حوالي سنه، انا وصديقتي مروه السنان قالت لي ايه رايك الدنيا حر، تعالي نعمل حاجه جميله ناخد بيها ثواب. السنه اللي فاتت نزلنا بعربيتها جبنا ازايز ميه وسقعناها عادي في الثلاجات ونزلنا بيها، واشترينا مجموعه كبات طواقي ونزلنا بيها، لفينا في الشوارع، وزعنا الميه الساقعه اللي كانت معانا ووزعنا الكبات على الناس الجميله اللي ماشيه شغاله سواء عمال نظافه او غيره، وكان يوم جميل بالنسبه لنا. السنه دي حبينا نعملها على نطاق اوسع، كلمنا زمايلنا فلقينا في تجاوب ما شاء الله، اعداد كراتين الميه جات لنا من كل حبايبنا وزمايلنا، سقعناها وحطينا عليها تلج وجبنا توك توك ونزلنا، وشكلها جميل زي الفل يعني. بجد كانت زي ما بيقولوا مشبره. ايوه واضح واضح. طيب انت بتختاري الاماكن على اي اساس؟ الاكثر مثلا فيها عدد من السكان، ناس بتشتغل في الشارع، عمال، يعني اختيارك للاماكن كان فين؟ اختيارنا للاماكن كان اولا بنختار الوقت، الوقت اللي هو الذروه زي ما بيقولوا، وقت الموظفين، وقت الحر اللي هو ما بين من الساعه 1 للساعه 2، الفتره دي بتكون صعبه جدا طبعا. فبنختار بعدها الاماكن اللي فيها تجمع عدد من العمال، بنتحرك بنروح نشوف مثلا مكان فيه الناس ماشيه مروحه بيوتها بتجري على الميكروباص او على المواصلات، خارجين من السوق. صح. عارفه فكره ان انت تبلي ريق حد عطشان دي في حد ذاتها حاجه جميله، وهو كمان يحس كده بالموده والرحمه، الناس تبقى فيهم تبادل وموده ورحمه مع بعض، دي اجمل مشاعر ممكن تبقى موجوده. طيب كلميني عن الحمله، الحمله انت عضو فيها، مين باقي الاعضاء؟ احنا كنت بدايه الحمله انا وصديقتي مروه سمان، كانت عباره عن مبادره بسيطه، عاوزين نبيع السعاده، نبيعها باي طريقه، فلقينا ابسط حاجه سقيا الماء، مش مكلفه وجميله واحساسها حلو قوي، عارفه لما تكوني راجعه كده من مشوار وتخشي بيتك او عربيتك وتلاقي ازازه الميه الساقعه وتقومي واخداها وشرباها. عطشتيني يا هند والله. ماشي. احساس حلو قوي بالذات في الحر. اكيد. احنا كل المجموعه كنت انا ومروه بعربيتها، لما جينا عملنا الحمله المره دي بصينا لقينا الناس الجميله حبايبنا بداوا ان هم عاوزين يشتركوا معانا ويشاركوا وياخدوا الثواب. انا شايفه من لون التاكسي ان انت في السويس. احنا من السويس وعند السويس. حاجه جميله. الناس اتجاوبت معانا لدرجه ان المبادره بقت مبادره، مش بقت مجرد بس احساس انك عاوزه تاخدي ثواب او ترجي. فخلاص هيبقوا عارفينكم، اول ما يشوفوكوا هيعرفوا انتوا الناس بتوع المبادره والناس الجميله. كمان احنا معانا زمايلنا سبقونا برضو ما شاء الله بفكره التوك توك، هنا في السويس اطلب اجره ما شاء الله، نزلوا وعملوا نفس الفكره وكانت جميله قوي. أكيد. احنا لما نزلنا الاسبوع اللي فات كان ليها صدى جامد عند الناس لدرجه الناس بقت عارفانا. طب خلينا كده يا هند، انا وانت موجوده على شاشه التلفزيون المصري في التاسعه، خلينا نقول ان سقيا الماء دي ممكن تبقى حمله في كل محافظات مصر، ايه رايك؟ هو ده كان الغرض. انتوا موجودين في السويس، لما نشرنا ممكن الناس تنضم ليكم في محافظات وتستخدم نفس الحمله. بالظبط، وفعلا احنا في مجموعه من البنات والشباب في الاقصر، نزلوا اول امبارح وقالوا احنا عاملين نفس المبادره زي سيدات السويس. عاوزه اقول لك ان احنا نزلنا امبارح كان في عدد معانا من الشباب حتى الاطفال نزلت معانا عاوزه تاخد الثواب، عاوزه تجري كده في وسط الناس طبعا. احنا عملنا حاجه ثانيه كمان، ثلجنا ازايز ميه، ثلجناها كبيره
وبقينا نديها للسواقين اللي على الطريق اللي ايوه اللي هو اللي هي تقعد معاه شويه كمان تقعد معاه شويه فتلجناها بقينا عاملين الازايز الكبيره للسواقين اللي شغالين لسواق الدليفري سواق التوك توك اللي هيفضل حاجه جميله النهار. حاجه جميله يا هند انا بشكرك وبتمنى حمله سقيا الماء تكون موجوده مش بس في السويس لكن تكون موجوده ولا في الاقصر اللي انضموا لكن نسمع ان هي سقيا الماء في مصر كلها ومحافظاتها احنا بلد حراره المشاعر اللي هي اقوى وافضل كمان من حراره الجو. بشكرك شكرا جزيلا هند ممدوح عضو حمله سقيا الماء وايضا كل الاعضاء اللي موجودين معاكي. الخير حلو لما بيبقى موجود في اماكن كتير في وقت ازمه حر في وقت اي ازمه بتحس بيه. هم دول المصريين دايما حلوين ودايما بيفكروا ودايما بيعملوا حاجات كتير. فاصل قصير اعود واستكمل معكم باقي فقراتي للتاسعه ارجوكم ابقوا معنا. ده بصراحه اسبوع الثانويه العامه، كل اخبار الثانويه العامه من اول النتيجه لحد اعتمادها لحد الاوائل وتبدا بقى الاوائل هيروحوا فين والناس بتفكر ازاي. لكن الاهم عندي ازاي عدوا الثانويه العامه اللي هي السنه اللي انا شخصيا نفسي انها تختفي من حياه الطلبه وتبقى سنه عاديه والاهالي كده تاخد نفسها والطلبه تاخد نفسها. الى ان يحين ده لازم نعرف ماذا حدث في البيوت والتفوق ازاي جه ونتعرف اكتر على الاوائل. خليني ارحب الاول بالتاني على الجمهوريه محمد احمد رزق بقسم علمي رياضه. اهلا بيك يا محمد. أهلا. ومحمد جايب 99.14% مظبوط كده؟ نعم. وطبعا والدته السيده الفاضله داليا درويش والده الطالب محمد احمد رزق. مساء الخير منوراني. محمد قسم علمي. خلينا نروح لقسم الادبي. عز الدين احمد العوضي الخامس على الجمهوريه بقسم الادبي. مساء الخير يا عز والف مبروك. وانت 95% الف مبروك. ووالده دكتور احمد العوضي وهو استاذ متفرغ في كليه التربيه الفنيه. اهلا بحضرتك يا فندم منورني. انا يعني علشان عندنا سيده فاضله فنبدا بالسيدات ونبدا بالتاني على طول. اولا كنت متوقعه انه محمد ياخد المركز التاني؟ انا كنت متوقعه له مركز على الجمهوريه. التاني ده بقى توفيق ربنا. لكن ما كانش متوقع. لا متوقع ان هو الحمد متوقع لله. ياخد مركز بس الترتيب لا. مدرسين ومتوقعين له الاول على الجمهوريه. الاول على الجمهوريه. فرقت ايه قد ايه بينك وبين الاول على الجمهوريه؟ نص درجه. نص درجه. فانت عارف هو مين ولا بالصدفه؟ قابلته في المؤتمر اللي الوزير كان عامله. ايوه فده نص درجه يعني مش حاجه يعني بينكم انتوا الاثنين. طيب كنت متوقع يا محمد وانت بتذاكر يعني او خططت ازاي للثانويه العامه؟ والله ما خططتش يعني. هو وقت الامتحانات يعني انا حسيت وقت الامتحانات ان انا ممكن اطلع مركز على الجمهوريه. يعني بتذاكر كام ساعه؟ يعني انا عارف الثانويه العامه بتاخد من العمر، من عمر البيت وعمر الاهالي والوقت. انت مش قوي يعني بتاخد وقت قد ايه؟ في اول السنه كنت بذاكر 6 أو 7 ساعات في من اول يوم. في الاول من اول السنه. من بدايه الثانويه العامه. بعد كده بقى وقت الامتحانات بدات ازود عدد الساعات بتاعه المذاكره. هواياتك ايه؟ انا دايما ببقى عايز اعرف الاوائل بيفكروا ازاي. ايه الهوايات اللي عندك غير انك متفوق؟ ايه الهوايات اللي بتمارسها؟ يعني وقت فراغي وكده بتفرج على افلام ومسلسلات وبلعب على اللاب وساعات بنزل العب كره مع صحابي بس كهوايه مش ممارسه مع نادي او كده. طيب في البيت محمد طول عمره شاطر متقدم ما فيش فكره ذاكر يا محمد انت في ثانويه عامه يا ابني ما فيش الجمل دي؟ عمرك ما قلتيها؟ لا ما اكيد هو شكله عبقري اصلا يعني. ما شاء الله. انا يعني هو منظم الحمد لله و يعني مش محتاج اني اقول. مش محتاج اني تقول. حلمك تبقى ايه؟ تروح فين؟ هندسه ان شاء الله. هندسه. هندسه ايه بقى؟ انت مجموعك ما شاء الله يجيب وانت حاطط رجل على رجل وانت جاهز يعني قاعد واخد وضعك يعني. هو والله لسه بشوف المنح يعني وكده. تشوف هتروح فين؟ ان شاء الله. طب خليني اروح للقسم الادبي واسال عز الدين. عز الدين كنت متوقع النتيجه؟ الحقيقه مش قوي يعني. هو انا كنت حاسس ان انا عملت كويس في الامتحانات وكده لكن فكره مركز من مراكز الجمهوريه كانت بعيده عني شويه.
لكن كنت حاسه ان انا عملت كويس في الامتحانات وكان ده بسطني ومريحني شويه وانا مستني النتيجه. ما كانتش عبء عليك؟ ما كنتش قلقان؟ الشكاوي، المواد، الحاجات بقى اللي بنسمع عنها اكيد خلال الامتحانات فعلا بيبقى الموضوع موتر شويه، بس كنت بحاول ابعد عن الحاجات دي شويه عشان اي توتر بالظبط، عشان اقدر بس اكمل الامتحانات بنفس المستوى. حققت مراكز قبل كده اعداديه ابتدائيه على مستوى المدرسه، لكن جمهورية دي اول مره. دي اول مره حضرتك كنت متوقع انه عز يحقق المركز ده؟ انا كنت متوقع ده فعلا، لان عز اساسا من صغره هو ذهنه متفتح جدا ودايما بيفكر خارج الصندوق، يعني عنده ملكات وقدرات ابداعيه. ايه هي الملكات؟ يعني هو كان غاوي، كان متاثر بالمجال بتاعي ان انا اساسا استاذ في تربيه ورسام. فنيه فكان بيرسم وكان غاوي تصوير وكنت بشجعه، كنت بجيب له حتى كان بيعمل افلام صغيره كده وهو صغير، ويعني حاجات ليها افكار، كنت بحس ان هو بيفكر وعنده رؤيه ومبدع يعني، فكنت متوقع له ان هو يعني يحقق حاجه يتفوق. كنت بتذاكر ازاي؟ كم ساعه كنت بتخطط ازاي للثانويه العامه؟ الحقيقه بالنسبه لي كان تخطيط، الاهم بالنسبه لي كان تخطيط الاسبوع اكتر من تخطيط اليوم. ان انا اكون المواد كلها بعدي عليها خلال الاسبوع، لكن ما كنتش بحسب لنفسي عدد ساعات، كنت بس مش بنام غير لما اخلص اللي انا عايز اعمله في اليوم. وكان ده بيفيدني يعني أكتر. كنت بتعمل بلان لليوم، تخطط ليومك بالظبط. لكن لما اخلص بقى المهام دي هنام بس. بتخلص المواد قبل وقت الامتحانات؟ يعني بتبقى داخل الامتحانات بس بتراجع وخلاص ومجهز، ولا بتفضل لحد اخر دقيقه سؤال نمره 6 ما جاوبتوش، سؤال نمره 10؟ لا اكيد بنخلص المنهج بدري فعلا وبنبدا مراجعات بدري، بس هو الحقيقه ان انا كنت بنسى شويه فبحتاج اراجع اكتر من مره، فكنت ده بعمله فعلا، لان كنت بحاول ان انا داخل الامتحانات او ايام الامتحانات الحقيقه مش متوتر قوي بقى بنفس الدرجه اللي كنت متوتر فيها قبل كده. فكان ده يعني حاولت اعمله شويه. البيوت استاذه داليا، يعني احنا البيوت المصريه كلنا نفسنا نتخلص من، يعني اكيد انت بتحلمي على ابنك الصغير انه لما يوصل ثانويه عامه ما يبقاش فيه بقى هذه الازمه بتاعه الثانويه العامه. البيوت بيبقى عندها نوع من التوتر، يعني حتى لو انت ابنك شاطر. طبعا. ايه طبعًا. بقى ايه اللي بيحصل؟ يعني انت طول الوقت عايزه تعرفي ان شاء الله هو هيبقى ايه. يعني وبرده طول الوقت انت بتحاولي تهيئي له يعني جو كويس ان هو يبقى بيذاكر فيه. يعني انت عندك فكره، لا يا جماعه انا عندي ثانويه عامه. دايما نسمع دي. بتقوليها كتير. تعملي ايه بقى؟ انا عندي ثانويه عامه، يعني انت يعني الزيارات بتبقى قليله. بحاول بقدر الامكان انا هو كمان يبقى اخواته والمناخ اللي حواليه كده يبقى فيه حبه هدوء يعني. ابننا عنده ثانويه عامه. فاللي هو حاله طوارئ في البيت. حوشوا بقى عنه. حوشوا عنه. استاذ عايز، حاله طوارئ حقيقيه بتبقى في البيت ولا قلت شويه عن زمان؟ الحقيقه احنا كنا ماشيين بشكل عادي طبيعي جدا يعني. جدا. يعني حتى اي ممارسات لي خارج نطاق الدروس والتدريس والدراسه كانت متاحه لي. ما فيش يا ابني حرام عليك، انت في ثانويه عامه. لا لا مش كده، ما كانش فيه. بس عشان هم شاطرين. لا هو اساسا يعني عنده نوع من الاستيعاب، مش بيعتمد على الحفظ. يعني عنده قدره على التفكير بمجرد ان هو اساسا يستوعب الماده ويفكر وينطلق هو بذاته يعني. فما كانش محتاج ان هو يعني يقعد طول الوقت يذاكر ويحفظ. لما كان عنده القدره على الفهم والتفكير والابداع يعني. اكيد. طيب انا هنا من الفهم والتركيز عايزه اسال محمد، بما انه الثاني على الجمهوريه، سؤالي هنا ليك، دايما نقول الاوائل دول مبتكرين موهوبين شطار، ولا ذاكروا وقت كويس وحفظوا وحطوا كل حاجه؟ يعني ميز لي كده ما بينهم. انا لا، المذاكره انت علمي رياضه يعني، عندك حاجات كتير فيها فهم كبير يعني. هو اللي بيفرق الاستيعاب برضو يعني، ممكن واحد يذاكر 18 ساعه زي ما واحد ذاكر 7 ساعات مثلا. بس الفرق في الاستيعاب ما بينهم. لكن ما بيبقاش فرق مذاكره كبير قوي يعني، اللي هو هذاكر وكده لا، اللي هو عندي فهم. طيب احنا لسه كنا بنشوف من شويه، نرجع تاني نشوف صوره محمد وهو بيكرم من دكتور حجازي اهو. وطبعا دكتور رضا حجازي طبعا كرم الاوائل كلهم. احساسك ايه بقى لما عرفت امتى ان انت التاني؟ يعني عرفت بالليل بلغوك؟ لانه الاوائل بيتم تبليغهم قبل النتيجه حتى ما تصدر النهائيه. عرفت الاول. كلمني حد من المدرسه وقالوا لي محمد طلع السابع مش التاني. انت اتبلغتي على انه هو السابع. ان هو السابع.
لان كان ترتيبه في الترتيب ابجدي. ف شويه كمان وجات لي مكالمه تانية قالوا لي لا ده هو التاني. فانت السابع برضو وهيصتي يعني. كنت مبسوطه جدا يعني الحمد لله. يعني احنا مهيصين السابع والتاني لانه الحقيقه الفرق بسيط. أصلاً حاجه بسيطه يعني. بس الحمد لله انا بقى بلغت له الخبر. بلغتيه السابع ولا التاني؟ بلغته السابع. السابع كان انطباعك ايه لما عرفت انك السابع؟ كنت مبسوط يعني. كنت مبسوط يعني. ما هم الدرجات قليله يعني هم كلهم شاطرين. طيب عز انت كمان عرفت النتيجه تم تبليغك ولا تم تبليغ بابا؟ مين اللي خد الخبر الاول؟ انا كنت بره ولما رجعت اكتشفت ان هم كانوا عارفين وكنت بره عرفت من صحابي ومكالمات. تكريمك اهو على الهوا دكتور رضا حجازي. والتكريم برضو بيبقى حاجه جميله وحلوه يعني. فكانوا عارفين في البيت حضرتك كنتوا عارفين؟ احنا عرفنا من خلال السوشيال ميديا ما كانش من مصدر موثوق منه يعني. وكانت الاخبار بتتداول كده على مواقع التواصل الاجتماعي لحد ما اتصل بيه مكتب الوزير وبلغه بالنتيجه. احساسك ايه بقى لما عرفت؟ كنت متوقع انك تبقى الخامس يعني؟ لا الحقيقه فاتبسطت لانها كانت انبساط مفاجاه يعني كانت. أيوة. مش متوقعه فكانت بالنسبه لي مش مستوعب كمان قوي بس مبسوط لفرحتهم يعني. هو فرحتهم هي اللي خلتني استوعب واحده واحده ان ده شيء يفرح اصلا لان انا ما كنتش مستوعب. طب قولوا لي كده انا ساعات يعني وانتم بتتكلموا فرصه انتم موجودين معايا في التسعة هل الاوائل دول بيفضل بينكم كده مجتمع لانكم هتخشوا الجامعه نفس السنوات ممكن تبقى عالم تبقى فنان تبقى حاجه كبيره في البلد تفضلوا على اتصال بانكم نفس السنه ولا ما الروح دي مش موجوده بصراحه محمد يعني اتقابلتوا كلكم في المؤتمر؟ اتقابلنا ولقيتني موجود في جروب على الواتس معاهم وكده. هم عملوا لهم ان شاء الله يعني في بينهم تواصل وانتوا ناويين تتواصلوا مع بعض ان شاء الله. كلكم شاطرين يعني. انا لسه واخد رقمه حتى. لسه واخد رقم عايز ما قابلتوش في المؤتمر؟ لا قابلته بس ما كلمتش معاهم كلهم يعني. ايوه ايه اللي حصل السنه دي الاول ولد والتاني ولد ده كانت البنات بتتصدر ايه اللي حصل دكتور احمد بالنسبه ليه البنات يعني السنه دي في تراجع الولاد طلعوا لقدام هم حبوا بس ياخدوا فرصتهم الولاد البراز ياخدوا فرصتهم هم البنات كانوا شاطرين وذكي. طيب الثانويه العامه بتتنفس الصعداء يعني كان بياخد دروس كتير البيت كله برده جاهز هو الحقيقه ما كانش بيعتمد اكتر على الدروس كان بيعتمد على يعني اجتهاده الشخصي لكن أيوه. كان بياخد حاجات حتى هو شاطر فيها بس كان عايز يقفل فيها او يوصل فيها الفول مارك يعني. فتقريبا خدت في مادتين اعتقد وبعدين طبعا المنصات اللي هي الاونلاين كان بيشتغل فيها. الانترنت مفيد والبحث بقى للاجيال الجديده اكتر من الاجيال القديمه واجيالنا احنا كنا ملتزمين بالكتب اللي عندنا انتوا اللي عندكم فرصه اكبر للاطلاع وتخليك تبدع يعني ممكن تبقى انت الخامس لان طريقه ادائك واجابتك تبقى مميزه هل ده موجود ولا بالظبط هو كان بالنسبه لي كمان بيوفر وقت وكان بيوفر معلومات لو حاولت احصل عليها بالدرجه بالطريقه الاصعب كانت هتاخد فعلا وقت وكان ده هيعطلني كمان شويه في حته ان انا لو سؤال واقف معايا لا ممكن اوصله بطريقه اسهل اكيد من خلال الانترنت سواء يوتيوب او بس سيرش طبيعي يعني عمل معاك بالظبط. محمد انت بقى رياضه ومعادلات وكيمياء وحاجات كتير قوي واحصاء وتفاضل وتكامل وحاجات كنت بتدخل على مواقع برضو تديك اضافه تديك معلومات؟ لا ما كنتش بخش على مواقع كنت ملتزم باللي موجود. السوشيال ميديا انت من الناس اللي عندك فيسبوك تيك توك و عندي تويتر. كل الحاجات دي عندك كل الحاجات وبتتفاعل مع الناس وعندك وقت بتاخد منك وقت قد ايه؟ ما في يوم؟ مش بحسب بصراحه بس يعني انا قاعد في اجازه بس فبقعد اللي بيبعت لي حاجه برد عليه يعني فموجود يعني. محمد هادي كده على طول كان متعب وحاجه ولا هو هادي؟ لا حبيبي ده ربنا يرضى عليه زي هو ما هو كده ما شاء الله عليه هو هادي ومنظم وبسيط حتى في التعامل يعني. طيب احنا ندي الاهداء ده انت تدي النتيجه الحلوه دي تهديها لمين؟ لنفسك للبيت لبابا لماما لمين؟ لبابا وماما برضو لان المناخ نفسه بتاع البيت كان عامل مساعد كبير في حته ان انا اقدر ابقى هادي في المذاكره ابقى بتعامل مع السنه بشكل طبيعي لان ده ساعدني ان انا فكره ان انا اتوتر اقل وان انا اعرف احصل اكتر حاجه ممكن اعملها اكيد بطريقه اسهل. محمد الكلمه الاخيره تهدي النجاح بتاعك ده لمين؟ تهدي لمين؟ للعيله كلها لانها كانت بتساعدني وخصوصا جدي الله يرحمه لانه مات في وقت
الله يرحمه ألف رحمة، أكيد إهداء على روحه. أنا بهدي نجاحك للسيدة الفاضلة داليا درويش، ألف مبروك. ألف مبروك يا محمد. وأنا بهدي نجاحك لدكتور أحمد العودي، ألف مبروك. ألف مبروك لعز أحمد العودي ومحمد أحمد رزق، الحقيقة شرفتونا ونورتونا، وبتمنى إن احنا نسمع عنكم كل حاجة حلوة. نورتونا. هناخدكم وناخد كل الناس. بعد فاصل هنروح للقاء، نرجع تاني معاكم إلى مهرجان جرش. انتم عارفين إن القناة الأولى بتاخدكم في تغطيات حية من العالمين لجرش وجرش للعالمين، كنا موجودين وكنا على هامش الفعاليات، والتقيت الحقيقة مع فنانة لبنانية بديعة عبير نعمة اللي بتغني بـ 29 لغة، بتغني حاجات كتير حلوة. إن شاء الله تستمتعوا باللقاء ويكون حاجة جميلة في ختام التاسعة اليوم ليوم الخميس، فأرجو أنه يكون يعني ختام كده لطيف معكم. شكرا، وتعالوا نشوف اللقاء مع بعض. طبعا زي ما انتم عارفين جرش يستمر الفرح، والفرح بكل أصواتنا العربية الجميلة اللي موجودة خصيصا من أجل مهرجان جرش. فانت على المسرح تسمع كل الأصوات، وأصوات حلوة وأصوات لا تليق غير أنها تكون موجودة في هذا المهرجان، يعني الأصيل الجميل بكل مفرداته. عبير نعمة أكيد كلنا عارفين في مصر الصوت الجميل اللبناني اللي بيغني أنماط من الموسيقى غريب، حضور طاغي على المسرح أينما تكون مع الإحساس. عبير نعم في جرش، وكان لازم إن إحنا نسلم عليها ونلتقي بيها في التاسعة. مساء الخير. مساء النور. شكرا على أو يعني صباح الخير متأخر يعني. صباح الخير متأخر. اولا يعني نجمك يعني ساطع الان، والناس بدات تتابعك كتير قوي، وبداوا يحس انه في روائح فيروز والزمن الجميل في شكل جيل جديد يعني. شكرا. انا بتمنى هيك يكون في بصمه مختلفه، بصمه جديده بشخصيتي باللي انا بقدر اقدمه، واكيد محبه الناس هي كل شيء، فشكرا على هالحكي. هل اقدر اقول حضورك على المسرح الطاغي او في حفلاتك او في حفلات مصر في دار الاوبرا، بحس عندك خبره، عندك طبعا عندك خبره كبيره انا عارفه بالموسيقى لانك متخصصه فيها، لكن عندك كمان حضور، انت عارفه بتغني ايه وعارفه الالات ايه، في تناغم شديد بينك وبينهم يعني هيدي الموسيقى حياتي، هيدي كل شيء بعرف اعمله بالحياه من انا وصغيره، وهيدا البيت يلي انا عايشه فيه، هيدا الدم اللي بيمشي بعروقي، هيدا يعني اذا بدك التارجت تبعي اني اقدر اعمله بافضل شكل ممكن، وكل يوم في محاولات جاده وجديده واحلام كبيره مختلفه هيك بتكون موجوده عندي موسيقيا، فانا دائما هيك بشغل جاد يعني، ولا مرة بتكاسل، أو أنه كل حفل بالنسبة لي هو تحدي جديد، هو مسؤولية كبيرة، فبجرب كل مرة أقدم فعلاً أفضل ما عندي. دراستك للموسيقى وحبك ليها وهل هو أخرك شوية على أنك تظهري في مشوار الغنى؟ لا، أنا بالنسبة لي هيدا كله كان تحضير. أنا ولا مرة كنت غايبة، بس كنت موجودة بمحلات يمكن مختلفة يعني، إذا بدك مش كتير بالضو بالبوب ميوزك، بس من أنا وصغيرة، من أنا وعمري 16 سنة كنت مثل لبنان، من أول ما فت على الجامعة على الأوزاك، من وقتها بلشت دراستي الموسيقية، كنت مثل لبنان بمؤتمرات دولية على مسارح عالمية، إنما كان أكثر إذا بدك توجه ثقافي. بعدين شوي شوي بلشت أروح على محلات مختلفة، وبلشت أنعرف بغير محلات، بس أنا أبداً كانت كلها ماشية مع بعضها بالنسبة لألي، وهيدا بيغنيني أكثر يعني الدراسة الموسيقية. بس بدي أقول لك شغلة، الدراسة الموسيقية بالجامعة وبالمعهد كتير مهم، بس كتير مهم التأثير بالبيت يعني أنا بعتبر حالي كنت طالبة يعني تلميذة موسيقى جوا البيت من أنا وصغيرة مع البابا. أكيد يعني هو كان أستاذي الأول فعلا. إمتى بدأت ملامح الموسيقى تبان عليكي وأنت طفلة يعني؟ من أنا وعمري 2 3 سنين يعني، في تسجيلات أنا وبهيدا العمر عم غني وعم ألف. كنت بتغني مع بابا؟
كنت بغني مع بابا، وكان بابا صوته كتير كتير حلو. واول شيء مع الماما، يعني هي كانت البيت كله يعني. ايه لا، هي الماما صوتها يعني صح، بس مش البابا هو يعني الصوت الجميل. الماما بتكتب شعر وهيك، بس بعدين البابا انتبه على الموهبة أكثر، وصار هو إذا بدك هو المرافق. يعني صار هو يقول لي مثلا في عندك هودة الكاسيتات، عندك أسمهان وأم كلثوم وهيك، وأنا اتلقى بسرعة يعني أخذ الكاسيت اسمعي من يعني لما تيجي كده العب. تعالي نلعب معك، تعالي نلعب ونرجع بالسنين ورا ونروح لعبير وهي طفلة. كنت بتغني إيه؟ كنت بتلعبي إيه؟ كنت بتقولي إيه؟ كنت بغني قوي، كل يوم كنت بغني كل النهار. كنت ايه بقى، ايه اللي كان دايما تغنيه في السن الصغير؟ اول غنية تعلمتها بحياتي هي كانت واسع مثل الملعب لمجد الرومي، وانبسطت فيها لانه فيها يعني فيها فوكاليز وهيك. كان عمري يمكن شي 3 سنين. هيدي اول سنين كنت بتعملي فوكاليز بصوتك؟ لا سمعيني، سمعيني جزء يعني، نسمع حاجة جزء كده. يا وبر قولي رايح على فين، يا وبر قولي وسايبني لمين، يا وبر قولي، يا وبر قولي. ناسي الكلمات. عمال تجري قبلي وبحري تطلع كوبري وتنزل، قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، تحود مرة وبعدين دوري. ما تقول يا أبو رايح على فين. هم بتكفي الغنية. الله الله، أول غنية دي، أول أغنية وكان عندك 3 سنين يا أبو رؤول؟ لا دي أول أغنية لعبد الوهاب تتعلميها. كان عمري 8 سنين. 8 سنين بس أغنية برضو صعبة يعني. لفيروز أول غنية تعلمتها كانت أول غنية لفيروز، حاجات بقى البسيطة اللي أكيد نسم علينا الهوى. لا 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 مش دول. أنا ما كنتش بعرف دول. كان البابا بجيب الكاسيتات، كان بيحط لك الحاجات الصعبة. خليني أفكر بس. أنا كنت هقول لك أنت من تنورين، فيعني إيه فيعني هدير البوسطة يعني. في كتير ممثلين وفي كتير أشخاص فاتوا على السينما المصرية وأثروا حتى بصناعة السينما من تنورين. طبعا. لا يعني وأنا بشوف كده أنت من تنورين قلت لازم عبير تقول هدير البوسطة، لأن غنتها فيروز يعني على ضيع التنور. البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنوري، ذكرتك يا عليا أو تذكرت عيونك، ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عيونك. لا الله 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 الله. طيب يعني اذا كان المشوار كله موسيقى، قررتي امتى بقى تدرسي بقى الموسيقى؟ انت موهوبه طفله، بابا بيساعدك في البيت، ماما بتكتب شعر، فيعني انت جاهزه يعني متحضنه بالجو الفني. قررتي امتى تدرسي الموسيقى؟ انا من الاول بدي فوت على المعهد، البابا كان رافض. بعدين تحت الضغط الشديد من كل الأشخاص يلي كانوا يسمعوا صوتي وهيك، فهو قال أوكي. يعني كان عتلين هم أنه أنا فوت بهذا المجال، بخاف كتير. بالنسبة له هي الموسيقى يعني مهمة تكون لتربية الإنسان وثقافته وهيك، بتحضره إنسانياً لكل شيء، بس مش تاي يكون فنان. كان يعتلهم. بعمر 15 بلشت بدراسة الموسيقية بالمعهد، وبعدين بالجامعة. تخصصتي على آلات معينة كمان؟ ايه، هو تخصص نحن عنا باللبنان يعني في المعهد الموسيقي وفي الأكاديمية الجامعة. يعني بالدراسة الجامعية تخصصت موسيقى يعني ميوزيكولوجي، وبالمعهد درست عزف على القانون، ومعي دبلوم عالي بالموسيقى العربية والغناء العربي. انا عرفت انت بتعزفي قانون وعود. لا عود، لا قانون بس. قانون بس. ايوه عزفتي مرة في حفلة من الحفلات أو فكرتي؟
هلا كانوا عم بيقولوا لي انه في الاخوين شحاده موجودين بمهرجان جرش، كانوا اصدقائي وكانوا زملاء لي بالجامعه، فنحن كنا عاملين فرقه موسيقيه بالكليه، كنت انا اعزف قانون وهن يعزفوا بزق وايقاع، فكنا عاملين، وكان اكيد الفرقه فيها عدد اكبر من الناس، بس كنا نتمرن وكنا نعمل حفلات. فكرتي بغني؟ كنت اعزف. بتعزفي بس؟ فكرتي مره وده يبقى شكل جديد لمطربه تعزفي قانون وتغني حاجات ولو قصيره على الآلة دي؟ سألت، القانون حساسة قوي وتليق جدا على صوتك. أنا ولا مرة عزفت وغنيت بنفس الوقت على القانون. هتفتكريني لو عملتي كده؟ هفتكرك. هفتكرك وههديك الأغنية. وححضر. هتحضري؟ أيوة. لا لازم يعني يوما ما، ما بعرف. عبير نعمة برضو، أنا كل ده بكلمك قبل مرحلة وجودك على المسرح كمطربة. كمان أنت مدربة للأصوات ومحكمة. يعني ده في مرحلة. أنا دلوقتي هلأ من بعد جرش مسافرة دغري على أمريكا على بوسطن، عندي ووركشوب، ورشة عمل موسيقية مع يويو ما العازف الشهير التشليست، مع السيلك رود بجامعة نيو إنجلاند كونسرفاتوري، بعدين عندي كمان بالريتريت مع كمان بماونت هولويك يونيفرسيتي مع سيمو شاهين. ففي هيك حب كتير أنا بالنسبة لي، لأنه التعليم وهيك ورشة عمل، يعني في عندك طلاب أو موسيقيين محترفين جايين من كل العالم من كل الجنسيات. ينفع أقول عليك لقب المطربة الأستاذة لأن أنت بتغني وبتعلمي؟ لا لا، أنا مش أنا لا أنا موسيقية. موسيقية ما يعني أنا بعد ما أخذت إذا بدك الشق الأكاديمي، إن التعليم ما أخذته بشكل أنا فعلا أنا على المسرح، يعني أنا بغني بس أنا بعطي ورشات عمل موسيقية بأمريكا بأوقات معينة من السنة، مرة بالسنة مرة كل سنة. بعتقد إني رح أتفرغ لهالشي يمكن بعدين بعد 20-30 سنة، 20 إذا الله أعطانا على العمر، بس دلوقتي أنا لا، أنا في المسرح وبغني وكذا، وما معي وقت أعطي دروس خاصة يعني، بس هيدا الشيء موجود لوقت اللي لازم يبين احيانا. وجودك في مهرجان جرش واللوجو بتاعه الشعار يستمر الفرح، والموسيقى هي فرح، فوجودك على المسرح كلميني على يعني الاجواء والتحضير. تحضير هالمره كثير خاصه واستثنائيه، لانه راح اكون بالحفل انا وخيي جورج نعمه. كمان اللي هو صوته يعني استثنائي، صوت من احلى الاصوات بالعالم العربي. العيلة كلها، البيت كله موسيقي. أيوة. يعني نحط ودننا كده نسمع موسيقى بس كل الوقت. فالتحضيرات يعني في الريبرتوار اللي العالم ناطرة تسمعه، الأغاني الخاصة، وفي هيك كم أغنية مختلفين، يعني أغنية طربية من هون، موشح من هون، هيك شغلات صغيرة. يعني حتنتقوا بقى حاجات مختلفة؟ في ديو، في كم شغلة رح نغنيهم ديو أنا وجورج، وفي ريبرتوار خاص لكل حدا منا أكيد يعني. إن شاء الله كل التوفيق. بالنسبة حفلات الحفلة في الأوبرا وأول مرة تقابلي جمهور المصري في الأوبرا، كان شعورك؟ رهيب. كنت انا اصلا وراء الكواليس دائما عندي توتر شديد يعني، وبعتل كثير هم، يعني الحفله بتاخذ من 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 عمري مش بس من اعصابي، فكان كثير، خصوصا انه كان في على المسرح اكثر من 120 موسيقي وهيك اللقاء الاول دائما بيكون في رهبه كمان خاصه. انت قلقانه من الجمهور المصري؟ انا عشان بحترم جدا الجمهور المصري، بحترم الجمهور، بحترم الناس جدا، مشان هيك انا بالنسبه لي هي مسؤوليه، يعني انا بدي اقدم لهم شيء يليق باللي هن ناطرين يسمعوه بقيمتهم، فدايما في هيدا التحدي، دايما في هيدا هو قلق مشروع، قلق الفنان. بس انا شايفه كمان لهجتك المصريه شاطره جدا يعني. يعني عاوزه نتكلم مصري؟ لا تكلمي زي ما انت عايزه، بس انا بس هيك مثلا هلا بتزبط، بس روح على مصر ما بتقعد تزبط ولا كلمه معي، بس عشان احنا بنكلمك مصري لخبط. لا بس بدي اسمع. بتحبي ايه من الغنى المصري؟ المصري كل حاجه، انا بحب اسمع القديم والجديد كتير. طب ما نسمع حاجه قديمه وجديده يا ربي. سمعينا ده. حاجه قديمه. شعوري ناحيتك
شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان أحاسيس كتير، وفي كل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس إنك عينيا وفرحتي وأمالي، وفي كل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس إنك عينيا وفرحتي وأمالي. مالي مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. ده شعوري ناحيتك. الله الله الله. طب ومن الأصوات الجديدة بقى، احنا عندنا طبعا في مصر ألوان كتير من الغنى، والحقيقة الدنيا يعني اتجاهات كتيرة قوي، بتسمعي بسمع لمين؟ يعني أكيد الهضبة طبعا كلنا بنسمع له. شيرين بحبها كتير كتير كتير، أمال ماهر صوت عظيم، مي فاروق بتاخد العقل، أنغام طبعا يعني العظيمة أنغام، يعني في كتير أصوات رائعة بمصر. مين بقى؟ نسمع حاجة صغيرة لأي حد. الهضبة، إيه رأيك؟ حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. الله 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 الله. مش خايفة من التنوع الشديد؟ في تنوع جميل عالي، وفي بعض الاتجاهات العشوائية في الغنى، يعني الدنيا زحمة، في زحمة غنائية كبيرة. أيوة. فالمفروض يبقى موجود في الساحة هيبذل مجهود مضاعف، مش قلقانة منه ولا ماشية في اتجاهك ومش بتبصي على الدوشة؟ هو حلو يعني من ناحية صعب ومتعب، بس من ناحية كمان محفز، يعني إنه محفز لإلك إنه أنت دايماً تجربي، ما تكوني مرتاحة إنه ما في مثلاً غيرك بالحياة. لا، الدنيا بكل زاوية فيها جمال، بكل زاوية فيها موسيقى، فيها المنيح وفيها المش منيح، فأنت دايماً تشتغلي على حالك أكثر لتقدمي شيء خاص فيك يشبهك إلك. هيدا الشيء اللي بيبرز، يعني بدك تجربي بهالتنوع الكتير او بهالعجقة والخفقة اللي موجودة انك تلاقي زاوية لألك خاصة، وانا بعتقد انه في مكان لكل انسان، يعني لكل حدا. انا بلاقي انه الصدق والاحساس حيوصل مهما كان. كمان اكيد اكيد. بالنسبة لك كمان، انا بحس انه الفن ده ملوش جنسية وملوش وطن، مفتوح. يعني النهاردة عبير نعمة بتغني لبناني، ممكن تغني بلهجة خليجي، مصري، تونس، جزائر، مغرب. هل انت مفتوحة على هذه الافاق؟ يعني جدا. انا اصلا بحياتي العادية يعني انا بغني 29 لغة، بس الموسيقى العربية أكيد إلى مكان خاص، هيديك كلها هيك تجارب وثقافات وكذا. والموسيقى ليش ما بدنا نغني 49 لغة؟ بتغني 29 بتغني 29 لغة؟ أيوة. اللي هم إيه بقى، ممكن بس نقول أسمائهم؟ يعني إنجليزي، فرنساوي، ألماني، أسباني. أيوة أسباني، إيطالي، سارديني، فارسي، 29 لغة، هندي، هندي طبعاً، تركي طبعاً طبعاً، أرمني، أرامي، أذربيجاني. لا لا لا، عايز أسمع حاجة، أسمع حاجة غير العربي. يعني في وسط 29 دول اختاري حاجة غير العربي نقول. عايزة حاجة غير أي حاجة. Non potrei posare amore coro pensando a te eso donzi momento. Noi stesi in tristura, pregarara, tar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 a. T'assicuro che a te è solo bramo, che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. T'assicuro che a te è solo bramo,
كاتامو فورتي تامو تامو تامو. الله الله الله. وبتتكلمي بقى اللغات دي كمان؟ بفهم كتير منها. تفهمي كتير منها؟ مش كلها بس. انا اقول لك جراتسي ميلي بلا دونا. اه انا اقول لك بالتالياني بقى جراتسي ميلي بلا دونا وجراتياس. جراتياس. هي دي الثقافه اللي بنتكلم عليها، انه زي ما قلت لك انه الفن ملوش جنسيه يعني، وبالذات الصوت هيبقى حابب يغني بكل اللهجات واللغات ويعيش في عالم الموسيقى يعني. اكيد يعني. يعني أنا كان عندي الحظ أني أتعلم هاللغات وهالموسيقى وهالأنماط، مش كاراوكي يعني، مش أنه أنا بحب أسمعهم وحفظتهم بالبيت. أنا سافرت لمدة 7 سنين 6 سنين ونص حول العالم بوثائقي اسمه إثنوفوليا موسيقى الشعوب، ووثقت هيدي الموسيقات وعشت مع الناس. أخذتي جوائز عليك. أيوة. فهي دي الحالة الخاصة يعني، أنا عشت مع الناس، طبخت معهم، رقصت معهم، دبكت معهم، شفت كيف بيصنعوا آلاتهم، سمعت قصصهم، يعني تعرفنا من خلال الموسيقى على التاريخ والجغرافيا والإنسان. حاسة أن كل اللي قلتيه ده بيفرق معاكي وأنت واقفة بقوة على المسرح؟ طبعا. انت يعني مش أنا... اي برضو مطربة يعني، انت عارفة الثقافة الموسيقية، عارفة الآلة دي ايه، وعارفة تاريخ ده ايه، وعارفة الغناء ايه، وقادرة تحددي الجمهور. فارق معي؟ فارق معايا اني انا بقيت حاسة اني انا انسانة بنتمي للكون كله، مش لجنسية واحدة. يعني انا لبنانية بقلبي، بجذوري، بتربيتي، بس انا فيني اكون مصرية، فيني اكون هندية، فيني اكون ايرانية، فيني اكون أفريقية، من كل يعني. طبعا انك تكوني انك بدك تعيشي تقاليدهم وتعيشي معهم مش هينة، بس بقصد انسانيا انت منتمية للكون نفسه، للانسان، للانسان مش لجنسية، لا لمكان واحد بالارض. جميل. عندك اختيارين عشان قبل ما نروح على الختام لاغانيك الحلوة، بعدي بحبك عندك، وعندك أغنية يلا نحس، أو بلا ما نحس. تقولي لنا حاجة منهم يعني، اتنين أحلى من بعض. خوفي إلك شو بحس لك وإن بطل أصحاب، وتبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي أغراب. إحساس خايف منه وسنين عم ببعد عنه، واليوم قلبي حاسس بده يقول بحبك، بس معقول قلبي تأخر والبيني وبينك نخسر، والصحبي يلي كانت حلوي تخلص بلا ما نحس، بلا ما نحس، بلا ما نحس، بلا ما نحس، بلا ما نحس. الله، حلوة وكلماتها حلوة وإحساسها حلو. أنا سعدت بيكي، سعدت بيكي إنسانيا، سعدت بيكي بثقافتك الموسيقية، بروحك، أنا حاسة أنك فراشة كده جوه الموسيقى، وفراشة يعني جواها موسيقى وبتغني. بتمنى لك كل التوفيق، ومنتظرينك في مصر، منتظرين أعمال جديدة تفاجئينا بيها، ومش غريب عليكي أبدا يعني. الله يخليكي، أنا بشكرك على هاللقاء الاستثنائي، وأنا بوعد الجمهور المصري بلقاءات قريبة. أنا ب 28 أغسطس إن الله راد بمهرجان القلعة، بعدين ب 3/9 دغري من بعدها بدار الأوبرا المصرية، بعدين بمهرجان الموسيقى العربية كمان. ونحن على موعد دايما، وفي أغنية مصرية كمان هلأ عم تتحضر كمان. طيب أنت كده هتختمي اللقاء إنك جاية إن شاء الله قريبا القلعة، قريبا مهرجان القلعة قريبا، وأنت على شاشة القناة الأولى برنامج التاسعة، اختمي مع جمهور المصري بالأغنية اللي تحبيها، دلعيهم بقى على طريقتك يعني، تقولي ايه؟ طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسي، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسي. أطلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسي، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسي. الله الله الله. في انتظارك في محكى القلعة وفي مصر ومع الجمهور المصري. بشكرك، بتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تبقي متألقة في حفلتك في مهرجان جرش. عبير نعمة، كل التوفيق. شكرا لحضرتك، وشكرا للجمهور المصري العظيم، ونحن على موعد دائما. ميرسي.